هنعمل بقى ماش بوتيتو بصوابع الكابوريا. عبارة عن كابوريا صوابع، هحطها كده بس ايه في الزبدة تتشوح، وبطاطس انا سلقاها وهرساها كويس قوي، وقشطة، وكمان كريمة وبودرة ثوم وبصل وجوزة الطيب وكمان بصل اخضر. هجيب كده الووك واحط البطاطس اللي انا هرساها كويس مع مكعبين زبدة، واتبلها بقى ببودرة البصل وبودرة الثوم وجوزة الطيب. اقلبها كده كويس قوي، احط معلقة القشطة واقلب، احط كده شوية من الكريمة، نحط بقى ملح واحط فلفل اسود اخر خطوة بقى البصل الاخضر قبل ما نحط صوابع الكابوريا. نبتدي بقى نجيب صوابع الكابوريا، عشان نحطها مع البطاطس